كلاسيفيكيشن اوف سينوفيال جوينتس، تقسيمه السينوفيال جوينتس او تصنيف السينوفيال جوينتس. احنا خدنا تقسيمه قلنا لو سطحين مفصليين بس داخلين فيه بنسميه سمبل جوينت، لو اكثر من سطحين مفصلين نسميه ايه كومبوزيت جوينت او مفصل مركب. اكوردنج تو الاكسس اوف موفمنت، رجعوا قسموا ده كان تبع عدد الاسطح المفصليه، هل هو بيدخل فيه سطحين مفصليين بس يبقى سمبل جوينت، اكتر من سطحين مفصليين يبقى ايه كومبوزيت جوينت. طب تبع المحور بتاع الحركه اللي ممكن يحصل، يا اما يبقى يوني اكسيال جوينت يا اما باي اكسيال يا اما مالتي اكسيال، يا المفصل ده يبقى وحيد المحور يا اما ثنائي المحور يا اما عديد الايه المحاور. اليوني اكسيال جوينت معناه ايه؟ معناه ان الموفمنت اوكير اراوند اكسس ويتش مي بي، الاكسس ده اما ترانسفيرس اكسس يا اما لونجيتودنال اكسس، يعني حركه المفصل بتشتغل على محور واحد ما بتحركش الا في اتجاه واحد بس، هو محور واحد بيشتغل فيه. المحور ده اما ترانسفيرس زي الالبو جوينت، الالبو جوينت زي ما حضرتك شايف كده معايا في الصوره اهو، الالبو جوينت بيشتغل ايه؟ بيشتغل على ترانسفيرس، هنا الالبو جوينت اهو لما اعمل اكستنشن او فليكشن كده شغال على ترانسفيرس اكسس، هنا انا شغال على المحور المستعرض دوت او المحور العرضي، تمام؟ فاول اليوني اكسل بيشتغل على محور واحد يا اما ترانسفيرس يا اما ايه يا اما لونجيتودنال. اللونجيتودنال زي الاطلانتو اكسل، فين اللي قايلينه من شويه الاطلانتو اكسل اللي ما بين الاطلس والاكسس ما بين اول فقره عنقيه وتاني فقره عنقيه، ده يشتغل على محور ايه لونجيتودنال، الفقرتين يتزحلقوا على بعض يلفوا حوالين بعض كده زي ما انا بعمل راسي كده، يبقى معناها ان انا ايه بحرك المفصل اللي هو اسمه اطلانتو اكسل. الاطلانتو اكسل ده بتشتغل على لونجيتودنال اكسس، يبقى اليوني اكسل يا اما بيشتغل على ترانسفيرس اكسس او لونجيتودنال، ايه هو بيشتغل على اكسس واحد محور واحد زي الالبو، الالبو يشتغل على ترانسفيرس اكسس زي ما قدام حضرتك اهو كده اهو، ده بيشتغل على ترانسفيرس، انما الاطلانتو اكسل بيشتغل على اللونجيتودنال ايه اكسس بتوين زي فيرست اند سكند سيرفايكال فيرتبري. الباي اكسل هيشتغل على ايه؟ من كلمه باي يعني ثنائي، ثنائي المحور او از جوينت ويتش از موفمنت اوكير اراوند هوريزونتال اكسس ات ذا رايت انجل تو ايتش اذر، بيشتغل على محورين زي الجوينت فورمد اول موفمنت كان اوكير بات نو اكسل روتيشن، زي الراديو كاربل جوينت اللي هو المفصل ما بين الراديوس والكاربل بونز البروكسيمال رو بتاع الكاربل ايه بونز، ده بيسموه باي اكسيال جوينت. باي اكسيال جوينت بيدي معظم الحركات ما عدا روتيشن، المفصل ما بين الكارب الريدياس وما بين البروكسيمال رو من الكاربل بون يدي كل الحركات ما عدا روتيشن، ده بيسموه باي اكسيال. مالتي اكسيال بقى عديد المحاور او المفصل عديد المحاور، ان ويتش ذا موفمنتس اوكير اراوند ميني اكسس and the axial rotation is permitted، ده بيشتغل على كل المحاور وكل الحركات تقدر تأديها بهذا المفصل. المالتي اكسيال زي الشولدر جوينت والهيب جوينت، الهيب جوينت الشولدر جوينت اللي هو مفصل الكتف ده حضرتك تعمل كل الحركات، تعمل اكستنشن فليكشن جلايندنج، تعمل سيركمدكشن، تعمل روتيشن، كل الموفمنتس متاحه في هذا المفصل زي الشولدر جوينت وزي الهيب جوينت، مفصل الحوض دهوت ومفصل الكتف كل الحركات مسموحه فيه، ده بيسموه مالتي اكسيال جوينت. يقسموا المفاصل بقى تاني تبع ده كان تقسيم تبع ايه؟ عدد الاسطح المفصليه اما سيمبل يا اما كومبوزيت، عدد المحاور اللي اشتغل عليها اما يوني اكسيال يا اما باي اكسيال يا اما مالتي اكسيال. التقسيمه الثالثه اكوردنج تو ذا فورم اوف ذا ارتيكولار سيرفيس اند ذا كايند اوف موفمنتس، يعني تبع شكل الاسطح المفصليه والحركات اللي ممكن تحصل فيه والاكسس بتاع الحركه، جمعوا كل التقسيمات دي فقسموا لي المفاصل الى ايه؟ الى ما يسمى بول اند سوكت او اسفرويدال جوينت. اول نوع، تاني نوع اللي هو الهينج اورجانجليماس جوينز، تالت نوع بيسموه تروكويد اور بيفوت جوين، رابع نوع كونديولر، الخامس بيسموه اليبزويدال جوينت، سادس نوع بيسموه السادل جوينت، سابع نوع بيسموه البلين جوينت. يعني تبع شكل الاسطح المفصليه الاكسس بتاع الحركه الموفمنتس اللي هي بتحصل في المفصل قسموا المفصل لسبع انواع، هناخد فكرة بسيطة عن كل نوع على حدة كده. أول نوع بنسميه بول اند سوكت أور اسفرويدال جوينت،
البول اند سوكر جوينت ده بيرميت تويستنج موفمنت، بيدي كل انواع الحركه. او هيد اوف وان بون فيت، هيد اوف وان بون فيت انتو ا كاب شيب دي كافيتي اوف اذر بون، يعني راس عظمه بتدخل جوه سوكت او تجويف بتاع عظمه تانية او كافيتي في عظمه تانية. او زي الشولدر جوينت والهيب جوينت، الموفمنت اللي بتحصل فيه كل الحركات ممكن يحصل فيه. بص حضرتك معايا، ادي الشولدر جوينت، الهيد بتاع الاسكابولا دخل الهيد، سوري الهيد بتاع الهيومرس دخل جوه ايه الجرونيت كافيتي بتاع الاسكابولا. ادي الهيد اوف ذا هيومرس دخل جوه الجرون كافيتي بتاع الاسكابولا. وفي الهيب جوينت الهيد بتاع الفيمر دخل جوه التجويف ده اللي سميناه ايه اسيتيبيولم او التجويف الحقي، ده بنسميه بول اند سوكت، كوره وتجويف دخل جوه السوكت ده. ده بيدي كل انواع الحركه وبيعتبر مالتي اكزيال جوينت زي الشولدر والهيب جوينت. يبقى اول نوع في تقسيمه المفاصل تبع الشيب والتايبس بتاع الـ او الاكسس بتاع الموفمنتس والتايبس بتاع الموفمنتس، اول نوع بنسميه بول اند سوكت اور سفيرويدال جوينت. تاني نوع بيسموه الهنج اورجان جيليماس جوينت. ذا ارتكولار سيرفيس ان ذا فورم اوف ذا سلندر، شكل الارتكولار سيرفيس بيبقى اسطواني الشكل، ده بيبقى يوني اكزيال جوينت بيرميت موفمنت ان وان ترانسفيرس دايركشن، زي الالبو جوينت الفليكشن اند اكستنشن هي اللي مسموح ايه بيها او متاحه. او شفنا الصوره دي قبل كده اهو، ادي الالبو جوينت او مفصل المرفق، ده يعتبر يوني اكزيال. ده بيسموه شكل الاسطح المفصليه هنا بتبقى سيلندريكال شويه او في شكل سلندر كده، فبيسمح بالحركه في وان اكسس اللي هو الترانسفيرس اكسس، فما بنقدرش نعمل بيه الالبو او مفصل المرفق ده غير ايه اكستنشن وايه وفليكشن، هو يا دوبك ايه فرد وتاني او تاني وايه وفرد اكستنشن وايه وفليكشن. ده بيسموه هينج اورجان جيليماس جوينت. تالت نوع بنسميه توروكويد اور بيفوت جوينت، ان ويتش وان بون روتيت اراوند ذا لونجيتودينال اكسس اوف ذا اذر بون فورمينج ذا جوينت، يعني عظمه بتلف حوالين الايه اللونجيتودينال اكسس بتاع اذر بون. ده برضو بيبقى يوني اكزيال زي الاطلانتو اكزيال جوينت، ده بيسموه بيفوت جوينت او التروكويد جوينت، وعظمه بتلف حوالين عظمه اللونجيتون اكس بتاع العظمه الثانيه زي المفصل ما بين الفقره العنقيه الاولى والفقره العنقيه الثانيه اللي هو بنسميه اطلانتو اكزيال جوينت. رابع نوع بنسميه كونديولار جوينت، المفصل اللقمي. يبقى احنا خدنا كلمه كوندويل، يبقى ان ويتش از كوندويل اور اوفويد ارتيكولار سيرفيس از ريسيفد انتو اليبتيكال كافيتي، تجويف هلال الشكل كده بيستقبل الاوفويد ارتيكولار سيرفيس اللي هو الايه الكوندويل. او ده بيبقى باي اكزيال زي الني اور ستايفل جوينت، زي مفصل الركبه او المفصل الركبي اللي هو الستايفل جوينت بالشكل ده كده. الاثنين كوندويل بتوع الفيمر بيستقبلوا على الاثنين كوندويل بتوع التيبيا ويعملوا ما يسمى بالني جوينت او الستايفل جوينت، وده بيبقى باي اكزيال يعني بيشتغل في اثنين اكسس ممكن جدودنا الترانسفيرس ايه اكسس. رابع خامس نوع بنسميه الليبزويدال جوينت، او ان ويتش از ذا سيركمفرنس اوف ذا جوينت ريزيمبل ان ايلابس لونج ايلابس، شكله هليليجي الشكل يعني مخروط ناقص الشكل او مجسم ناقص. The articular surface is longer in one direction، زي ده بيبقى باي اكزيال زي الراديو كاربال جوينت. الراديو كاربال جوينت احنا عندنا كاربال جوينت ده كومبوز جوينت يعني مفصل مركب، فعندنا ده الراديوس ودي الميتا كاربال بون، ده كاربال بونز. الكاربال بونز بتنتظم في بروكزمال رو وديستر رو، المفصل اللي ما بين البروكزمال والريديوس ده بنسميه راديو كاربال جوينت، دي في الدوج اهو ده الراديو كاربال جوينت. امال متعلم عليه بالاحمر ده ايه؟ ده الانتر كاربال جوينت، ما بين البروكزمال والصف العلوي والصف السفلي للكاربال بونز بنسميه انتر كاربال جوينت. بعد كده كاربو ميتا كاربال، ما بين الديستر رو الصف السفلي من الكاربال بونز والميتا كاربال بونز بنسميه كاربو ميتا كاربال جوينت. فالراديو كاربال جوينت مثال للإليبزويدا جوينت، المضمون بتاعه كله شكله مجسم ناقص كده، وده بيعتبر باي اكزيال جوينت او مفصل ثنائي المحور يقدر يشتغل على اثنين اكسس لونجيتودينال ترانسفيرس اكسس. نبص مع بعض الصوره في الدوج اهو، ده مكانه في اللايف انيمال، ده مكان الكاربال جوينت اللي بيشاور عليه الاسهم ده، فده الراديو كاربال جوينت مثال للإليبزويدال جوينت.
سادس نوع بنسميه السادل جوينت، المفصل السارج ده. ان هويش سيرفس ار سادل شيب، شكل السرج بتاع الحصان. يعني ايه السرج بتاع الحصان؟ يعني حاجه كونفكس وبعدين كونكيف وبعدين كونفكس. المنطقه المنخفضه اللي بيركب فيها الفارس دي الكونكيف بارت، من قدام عالي ومن الخلف عالي، فده كونفكس كونكيف كونفكس. ده بيبقى باي اكسيال جوينت. زي ايه؟ زي الانترفالينجيال جوينت. بص حضرتك معايا هنا، ده الفيرست فالانكس او البروكسيمال فالانكس، وده الميدل وده الديستال. الانترفالينجيال جوينت المفصل ما بين ما بين السلميات او الديجيتس دي، ده بيسموه سادل جوينت. اهو دي صورة اشعة للديجيتس بتاع هورس اللي قدام حضرتك دي. ده نسميه ايه؟ ده نسميه الباسترن جوينت، وده الكوفن جوينت. امال المفصل فوق كان اسمه ايه؟ كان اسمه الفيتلوك جوينت، اللي ما بين الميتا كاربل والفيرست فالنكس. انما ده الباسترن والكوفن جوينت. الانترفالينجيال جوينت اللي ما بين السلميات ده مثال للسادل جوينت. تلاقي السطح المفصل لو حضرتك بسيط على الستيكولار سيرفيس بتاعك فيرست روزي والارتكولار سيرفيس بتاع السكن، هتلاقي شكله سادل كونفكس كونكيف كونفكس. يعني حاجه سطح محدب وبعدين مقعر وبعدين ايه محدب، فبيديني شكل المفصل سادل شيب، او اللي هو مثاله الانترفالينجيال جوينت. اخر نوع من المفاصل بنسميه البلين جوينت، المفصل المستوي. اللو سلايد جرايندنج موفمنت بتوين فيلات ابوزد سيرفيسز، زي الكاربال جوينت. اهو الكاربال جوينت زي ما قلنا اهو، ادي البروكسيمال رو وادي الديستال رو. الانتر كاربال جوينت او كاربال جوينت ده الحرقه فيه بتبقى انزلاقيه. المستوى ده المفصل ده بنسميه البلين جوينت او المفصل المستوي، لان الاسطح المفصليه بتبقى بلين، اسطح ملساء ومستويه. او صوره ثانيه بالراديوجراف او صوره اشعه للكاربال جوينت، ادي الانتر كاربال جوينت دوت باللي بيسمح بالجلايندنج ايه، بالجلايندنج موفمنت او الحركه الانزلاقيه، لان الاسطح بتبقى ايه بلين كده او مستويه. ده اخر نوع في المفاصل الغضروفيه. والفيرتيبرال ارتيكولار بروسيس اللي هو تمفصل ما بين النتوءات المفصليه في الفقرات بيعتبر بلين جوين. الكلينيكال امبورتانس للجوينتس، او جوينتس ار برون تو كونديشن كولد ديس ارتكوليشن اور ديس لوكيشن. احنا نستفيد من قصه المفاصل ايه؟ بتوع الجراحه ان شاء الله يدرسوا لكم بقى التدخل الجراحي لكل مفصل، علاج الاصابات اللي فيه، الاصابات اللي ممكن تحدث. احنا دورنا ان احنا نعرف حضرتك شكل المفاصل، تركيبها، الاناتوميكال فيتشرز بتاعتها كلها او الصفات التشريحيه. ولكن نعرف بس ان بعض المفاصل ممكن يحصل لها مالخ ديسلوكيشن او ديس ارتكوليشن. The two surfaces are get separated. Joints that are prone to dislocation are forelimb. في الفورلمب الشولدر والقلب ممكن يحصل لهم مالخ، ديت من ضمن الاصابات اللي ممكن تحصل لهذه المفاصل. في الهايند لمب بقى في الطرف الخلفي، الهيب جوينت والهوك جوينت. الهيب اللي هو مفصل الحوض دوت، والهوك جوينت اللي هو مفصل الايه الرزغ الخلفي في الحيوانات، ممكن يحصل فيه ايه ديسلوكيشن. تلخيصا بقى لقصه المفاصل كلها ككل، سواء فايبرس او كارتريجنس او سينوفيال، شوف مع بعض الجدول البسيط اللي قدامنا ده. الاستراكشر كلاسس فايبرس اور كارتليجنس اور سينوفيال جوينتس. الكاركترستيك في الفايبرس، البونز يونايت باي فايبرس تيشو. التايبس عندنا كانت السيوتشر والسندوسموزس والجونفوزس. الموبيليتي في السيوتشر موفابل او ما بتتحركش خالص، السندوسموز بتدي سلايت موفمنت. وقلنا معلش في السيوتشر بنسميها سين ارثروزس، في السندوسموز بنسميها انفارثروزس. الجنفوزس بتبقى برضو موفابل، يعني دي بتشبه انها غضروفيه وتدي سلايت موفمنت. في الكارتريجن جوينت بون اندس يونايتد باي كارتج، قلنا الاسطح المفصليه بتمسك بايه؟ مع بعضها بغضاريف، يا اما بتمسك بهالين كارتج او فايبرو كارتج. لو هالين كارتج نسمي المفصل ده سينكوندروزس او برايمري كارتريجن جوينت. لو ماسكه فايبرس كارتج نسميها ايه؟ نسميها فايبرو كارتج او سيمفسيس. السينكوندروز بتبقى موفابل ما بتتحركش، انما السيمفسيس سلايتلي موفابل،
او بتدي ليميتد اماونت اوف ذا موفمنت زي السيمفز او البلفيك سيمفز والانتر فيرتبرال فايبرو كارتريجنس ديسكس. الساينوفيال جوينتس البون ان ديسكفر ويز ارتيكولار كارتريج انكلوز وذين ا كبسول لايند ويز ا ساينوفيال ميمبرين. هنا بقى ده مفصل حقيقي بيتكون من ارتيكولار سيرفيس بتستغطى ارتيكولار كارتريج في كبسول حواليهم في كافيتي في النص بتاعهم مليء بالساينوفيا او ممتلئ بالساينوفيا. عندنا حوالي 7 تايب من الساينوفيا جوينت بول اند سوكت والهنج والبيفوت والكونديولر والالوبزويدال والسادل والبلين جوينز. فريلي موفابل دي بنسميها داي ارثرويدال جوينز ويتش ديبندنج اون ذا جوينت ديزاين. المسميات بقى بتختلف والحركه بتختلف تبع نوع المفصل اللي هيتكلم. وفاهم حضرتك ان الفايبر جوينت اللي ماسك العضلتين مع بعض فايبرس تيشو. الكارتريجن جوينتس بي التو تايبس بتاعتها. الساينوفيال جوينتس بنبدا بان هي مفاصل حقيقيه قادره على الحركه لها تركيب اساسيه وتركيب فرعيه. التركيب الاساسيه دول اربع تركيب اللي هي الارتيكولار سيرفيس الارتيكولار كارتريج والجوينت كافيتي والجوينت كابسول. دول لازم يبقوا متواجدين في اي مفصل زليلي او ساينوفيال جوينت الارثرويدال جوينت. الموفمنتس اللي ممكن يقوم بيها المفصل الساينوفيال جوينتس مش كل المفاصل بتقوم بكل الحركات دي لازم يبقى كونسبت عند حضرتك. انما في مفاصل بتسمح بيها حركات عديده زي المالت اكسل جوينت زي الشولدر جوينت الهيب جوينت. مفاصل بتدي ليميتد اماونت من الاكسس في الحركه او بتدي زي القلب كده يدي هو محور واحد زي الاطلانتو اكسيال ترانس لونجيتودينال ده ترانسفيرس. يبقى حضرتك يبقى عارف كل مفصل بيقوم بحركات ايه. ولما تاخد سبيشال ارثرولوجي بتاع الليمبس يعني علم المفاصل الخاص لكل مفصل كل مفصل حضرتك تدرس الارتيكولار سيرفيس بتاعته الليجامنت اللي بتثبته والحركات اللي بيقوم بيها شكل اسطح المفصليه بتاعته. بعد كده في الاخر خلاص بنعرف الكلاسيفيكيشن بتاع الساينوفيا جوينتس المختلفة. وبعد كده بنعمل زي ما حضرتك شفت في السامري او في الملخص بنعرف كل انواع المفاصل سواء فايبر سواء كارتريجر سواء ساينوفيال جوينتس. استودعكم الله ولكم مني جزيل الشكر ووافر الاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.